لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. صرت لليهودي كيهودي، للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. قول شهير جدا للرسول بولس، ما معناه؟ ماذا كان يقصد؟ كيف طبقه في حياته؟ ده موضوع دراستنا في رسالة كورنثوس أصحاح 9 اللي لازلنا بندرس فيها في برنامجنا فحصين كتب. أهلا بيك معنا في هذه الحلقة. أما أنا فلم أستعمل شيئاً من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعاً فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. بعدما استعرض الرسول هذا المبدأ الجميل التنازل عن حقوق الشخصية، وذكر في الجزء الأولاني من الأصحاح حقوقه كرسول، واتكلم عن حقوقه الشخصية زي الأكل والشرب والزواج وعدم العمل، وبعد كده وضع دعائم كتيرة قوي تدعم تمسكه بحقه، فوجئنا أنه بيشرح لنا ليه بيتنازل عن حقه. وهنا بيرسي مبدأ من أروع المبادئ اللي بتعبر عن السلوك المسيحي السماوي. إذا كان الرسول بيتنازل، إحنا ما عندناش أروع من تنازل المسيح. فبولس يريد أن يكون فخورا، والشخص الفخور هو الذي يفعل أكثر مما يطلب منه. رب يسوع أمره أنه يعيش من الإنجيل. الهيكل في العهد القديم بيقول له شارك المذبح، أي عيش من الإنجيل. الناموس بيقول له عيش من الإنجيل. القانون الطبيعي الإنساني بيقول له عيش من الإنجيل. لكن هذا الشخص من فرط محبته للمسيح بيقول أنا مش بس عايز أنفذ اللي بيأمرني بيه، لا، أنا عايز أعمل أكتر من اللي طلبوا مني. بنشوف هنا النوع السامي الراقي من المؤمنين اللي مش بينتظر الرب بس يقول له الوصية الفلانية، لا، أنا أعمل أكتر من المطلوب مني. كأننا نرجع ليوحنا 14، ورب يسوع بيفرق بين الذي عنده وصاياي ويحفظها، لكن في نوع تاني أرقى من المؤمنين، ده يسمع كلامي ويعمله، ده سمع الهمسات قلب الرب ليه. عشان كده بيبتدي يتكلم أنه أنا هتنازل عن حقي عشان خاطر أنا بكون عايز أكون من هذا النوع الفخور. في كلمة صعبة قالها في وسط كلامه في عدد 17، قال ولكن إن كان كرها، وهو بيتكلم عن التبشير والكرازة، فبيقول وإن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. الحقيقة الكلمة دي عشان نفهمها أعتقد أن ممكن نفهمها من يونان أو من بطرس. نوعية خدمة بولس بالذات بالنسبة لأي شخص يهودي كانت وارد جدا، أو الطبيعي الحقيقة أنه يبقى مكروه عليه، انه كشخص يهودي متعصب بيحب شعبه وبيحب انتمائه، انه يروح للامم ويبشر لهم بغنى المسيح ويدعوهم انهم يكونوا شركاء في الموعد وفي الميراث الحقيقه الدعوه دي صعبه جدا. يونان ما قبلهاش لكنه اكره عليها، والرب الزمه انه يروحها. وبطرس ما قبلهاش من اول مره لما ظهرت له الملايه اللي نازله، وكان الرب عاوز يقول له روح للناس الامم، كان اول مره يدخل بيت اممي ويبشر لهم. بطرس نزلت له الملاية 3 مرات والصوت اتكرر عليه 3 مرات. بولس انت ايه مشاعرك ناحية هؤلاء الامم اللي رايح تنادي ليهم بالانجيل؟ هل انت مكروه زيهم؟ الحقيقة عشان ينفي عن نفسه التهمة ويثبت قديه انه رايح لهم بكل طواعية وبكل حب طوعا، مش لمجرد انه استؤمن كرها على الوكالة وانه مضطر ليها، لكنه رايح بكل طواعية،
فأضاف شيئا اللي حضرتك كنت بتقوله، أنه تخلى عن حقه في أنه من وراء ده يعيش من الإنجيل، أو أنه ياخد حقه في أنه يعال، عمل ده بكل طواعية وتخلى عن حقه عشان يوري قد ايه هو كان سعيد وهو بيعمل الموضوع ده. وده يورينا الحقيقة قد ايه نعمة الله ممكن تغير قلب وعقل واحد متعصب جدا انه يروح للأمم ويدعوهم للمسيح. درسين بنتعلمهم من العهد القديم الرسول بولس بيطبقهم هنا. الأمر الأول نتعلمه من إيليا في إعالة معيشة الخادم. الخادم يعال إزاي؟ ما تعولش هام، الله عنده أرملة أممية ممكن تعيل تعولك، لا قبل كده كمان عنده غربان يقدر يعولك. فالخادم اللي بيخدم ربنا يعرف يقينا أن الله متكفل بإعالته وإعاشته يوميا. يعني لما نعرف سفر الرؤيا عن المرأة هربت إلى البرية حيث تعال هناك 1260 يوم، المدة دي بتذكر أحيانا بالسنين أحيانا بالشهور أحيانا بالأيام، هنا عايز يقول يعال يوميا 1260 يوم، فالله كافي لإعالة الخادم. لكن الحاجة التانية اللي مفروض أن الخادم يخلي باله منها، أنه وهو يخدم لا يكون بيخدم بمقابل. إليشع قال لنعمان تعال عشان تعرف أنه يوجد نبي في السامرة، وبعدين شفاه فعلا، وبعدين حاول إليشع نعمان السرياني يدي لإليشع أي شيء من الذهب من الفضة من الثياب، رفض بإباء، ألح عليه أن يأخذ فأبى، لا يمكن، لأن دي بتصور لنا هل النعمة تباع وتشترى؟ هل أنت خدت الشفاء من إله إسرائيل بمقابل مادي؟ يعني ياما ناس بتضيع كرامة وهيبة عطايا اللي ربنا قال للرسل مجانا أخذتم مجانا أعطوا، قدم مجانا لأن أنت خدت بالمجان. لكن لما تبقى أمور الله كل حاجة، يعني نقرأ في ملاخي 1 من فيكم يغلق الباب مجانا؟ يعني مين فيكم بيعمل أي حاجة لوجه الله؟ كله في كل في خدمة الهيكل بيبقى إزاء مقابل مادي، هذا أمر محسن محسن. الحقيقة كتب مرتين في الجزء الصغير ده اللي هم الثلاث أعداد دول، قال مرتين لم أستعمل، في عدد 15 أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، في عدد 18 ختم كلامه حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. لو كمان ده في الماضي، في عدد 15 كمان أضاف للمستقبل، ولا كتبت هذا لكي يصير فيا هكذا. كم الإصرار والمثابرة في أني هكمل في نفس الطريق، أني هكرم الرب وهخدمه طواعية من كل قلبي، مستغنيا ومتنازلا عن حقوقي، معتمدا عليه وحده في إعالتي. قد ايه جميل أني عملت ولسه مكمل، ومكمل في نفس الطريق اللي رب حطني فيه. كمان يقول في وسط كلامه لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. الحياة قيمتها في اللي بنعيشه، مش مهم قد ايه طويلة. وكان حاسبها كده ممكن أعيش أيام طويلة بس من غير فخري أني أكرز بالإنجيل وأجعله بلا نفقة. فالحقيقة أنا أفضل لي أن أنا أموت يوم ما أعيش حياة ملهاش قيمة، الموت أحسن. قد ايه كم الإصرار وكم تقدير قيمة الحياة بقيمة اللي بيتعمل فيها، ده اللي بيدي قيمة فعلا للحياة. قال فخري، ووضح إن كنت أبشر فليس لي فخر، لأن ده واجب موضوع عليا. يعني دايما أقول لو أنا مدرس ورحت المدرسة في المعاد بتاعي وشرحت الدرس بتاعي بأمانة مش باخد مكافأة لأنه عملت اللي عليا. لكن الأروع إني لو قعدت وعملت مسكت الطلبة اللي مش فاهمين وقعدت معاهم في بعد المدرسة وقعدت معاهم مجانا عشان أفهمهم أكتر، هو ده الشخص الفخور اللي بيعمل أكتر من مطلوب منه. فهو شعر هو فخور ومصر زي ما دكتور مايكل قال أنه يستمر فخور طول حياته أنه يجعل الإنجيل بلا نفقة. نقدر نقسم المؤمنين من جهة هذا الأمر إلى 4 أنواع. يعني كلمة الله بتكلمني عن نوع فخور ده بيعمل أكتر من المطلوب، ونوع بطال
قال الرب يسوع عنه في لوقا 17 إن عملتم كل ما وصيتم به فقولوا إن أنا عبيد بطلون. يعني أنا أتخيل لو بولس عاش من الإنجيل كان هيقول أنا بطل، أنا طبيعي، أنا ما استاهلش مكافأة زيادة. لكن في نوع ثالث أقدر أسميه مقصر في تقصير، مقصر في الكرازة بالإنجيل أو مقصر في الخدمة بتاعته. بولس يقول لأرخبوس ابن الأخ فيليمون في كولوسي 4 انظر إلى الخدمة التي قابلتها في الرب لكي تتممها. واضح أنه غالبا أرخبوس يمكن وقف في النص، فمؤمن قصر، مش بيعمل حتى المطلوب منه عشان يكون من البطلين. لكن أعتقد لو حبينا نبص اللوط واللي عمله في سدوم، وحتى إبراهيم لما راح يحاجج الرب ويقول له أكيد لوط هناك، ويمكن إبراهيم متوقع أن لوط يمكن تأثيره الأدبي أو يمكن اتكلم عن الله الحي، فيمكن في 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 نالوا تبرير زي ما لوط تبرر بالإيمان. لكن يفاجأ أنه ولا واحد تبرر بالإيمان، بالعكس سدوم كلها اتحرقت وعيلته خربت ومراته عمود ملح وبناته المتجوزين في سدوم اتحرقوا، وبناته اللي طلعوا من سدوم طلعوا متعلمين شرور سدوم وارتكبوا مع أبيهم أفظع المآسي. فأقدر أسميه ده الخجلان. فبولس هنا لا هو خجلان ولا هو مقصر ولا هو بطال، لا ده فخور. الرب قال له عيش من الإنجيل، لا أنا هعمل أكتر من اللي طلب الرب. نوع المؤمنين ده حقيقي في كل مكان بيكون موجود، ودايما نوع مشرف ولامع جميل. حدد أجره هنا، قال فما هو أجري إذ أنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة. الأجر اللي اختاره لنفسه أن يكون الإنجيل من عنده وهو بلا نفقة، كان هو ده الفخر زي ما أخ سامح كان بيقول، مش بستغل حقي ولا سلطتي، لكن أنا أجرتي وفرحي. راجل كان الحاجة اللي بتفرحه مختلفة، مرتبطة بانتشار الخبر السار، مرتبطة بمجد المسيح في انتشار الإنجيل. فالقلب المتوجه ناحية المسيح، القلب المتوجه ناحية الإنجيل، هو اللي بيشوف الأمور بالطريقة دي. في رسالة كورنثوس الأولى اللي احنا بندرسها في مبادئ المكافأة، مثلا لما يقول في أصحاح 4 لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. وقلنا ساعتها ان ربنا مش بس شايف احنا بنعمل ايه، لكن بنعمل ليه، هل بعملها حبا في الرب. هنا بيضيف كمان بعد اخر، مش بس بعمل ايه ولا ليه، لكن بعملها ازاي، هل بعملها كرها ولا بعملها طوعا. فهنا بيقول كده، فان كنت افعل هذا طوعا فلي اجر، لي مكافأة، لكن إن كنت أفعل ذلك كرها فقد استؤمنت على وكالة، أنا بعمل اللي طلب مني فأنا ليس لي أي فخر. فأنا علي أن أخذ بالي أو بعمل إيه وبعمل ليه وبعمل إزاي. كرها أرجو أنها تبقى واضحة أنها مش جاية من فعل كرها، ربما هي الترجمة في فان دايك اللي احنا بنقرأ منه تدي الإيحاء دوت، لكن هي مرغما، يعني مش باختياري، مش بمطلق حريتي، لكن لقيت روحي ملزم ان انا اعمل كده هوت، عشان كلمة كرها يمكن تاخدنا المعنى سلبي ومش موجود في الآية. كلمة إنجيل. بولس في رسالته إلى المؤمنين في روميا استخدم الكلمة اليونانية التي تعني إنجيلاً، وهي إيفانجليون بصورها المختلفة 11 مرة. 8 مرات من هذه 11 جاءت في قسمين هامين، هما افتتاحية الرسالة الواردة في روميا 1 الأعداد 7، والقسم الثاني هو ختامية الرسالة الواردة في روميا الأصحاح 15 من 14 إلى رسالة روميا الأصحاح 16 والعدد 27. وهذا يعني أن ما يريد الروح القدس أن يتكلم عنه مستخدماً بولس في هذه الرسالة هو إعلان إنجيل الله للأمم. الإنجيل ككلمة يونانية تعني الخبر السار، إلا أن العالم القديم المتكلم باليونانية قبل المسيحية يفهم الكلمة على كونها خبراً يتناقل شفاهياً، لكن المسيحية تقدمه مكتوب،
كما فعل مرقس إذ كتب بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. العالم القديم يفهم الكلمة ليس فقط أنها الخبر السار ذاته، ولكن الكلمة هي البدء بالإيذان بإقامة الاحتفالات وإعلان الانتصار بعد المعارك، وحينئذ يتحتم تقديم الشكر للآلهة. هيوميروس كتب عن إيفانجيليون بما يفيد إعلان النصر أو حلول السلام، إنه شيء يستحق المكافأة لحامل هذه البشارة، ويستحق المناداة بإقامة الاحتفالات الشعبية. بولس ينادي للأمم بإنجيل واحد، هذا الإنجيل هو إنجيل الله في رمية 1:1. فالله هو المعطي لهذا الإنجيل، وهذا الإنجيل هو إنجيل المسيح في رمية 1:16. فالمسيح هو موضوع الإنجيل، وهذا الإنجيل الواحد يقول عنه بولس إنجيلي في رمية 2:16، أي إنه هو الحامل له، إنه الخبر السار من الله الذي يتحتم قبوله بفرح والإذان ببدء الاحتفالات وتقديم الشكر لله، فقد جاء السلام. فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل؟ فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. الأعداد من 19 ل 23 بتتكرر فيها كلمة لأربح 5 مرات تقريبا، لما يقول كده لأربح الأكثرين، لأربح اليهود، لأربح الذين تحت الناموس، لأربح الذين بلا ناموس، لأربح الضعفاء. مش بس بيدور على خلاصهم، لكن كمان بيدور على ربحهم، وأعتقد كلمة ربحهم أكثر من كلمة مجرد إن أخلصهم. أنا عايز مش يخلصهم ويبقوا حالة مؤمنين تعبانين، لكن يبقوا مؤمنين نموذجيين. عشان كده أنا عايز أربح، زي ما بيقول المسيح إن سمع منك فقد ربحت أخاك. المؤمن يسعى إنه يربح المؤمن، ونلاحظ إنه يقول كده استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، يعني مستعد يضحي بحريته، ودي أغلى ما يمتلك المرء. يعني أنا لا أملك أغلى من حرياتي، لكن مع ذلك بولس بكل سرور، طبعا متعلم من سيده من المسيح، مستعد يخسر حريته وهي أغلى ما يمتلك المرء لكي يربح الأكثرين. فبيقول كده صرت لليهودي كيهودي، وبعدها للذين تحت الناموس. الفرق بين اليهودي والذين تحت الناموس، اليهودي جنسية، واحد جنسيته يهودي من إسرائيل، لكن الذين تحت الناموس قد يكون أممي متهود حط نفسه تحت الناموس. أنا اتعاملت مع اليهودي باعتبار يهودي، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. وهنا المعنى مش ناموس موسى بس، لكن بلا ناموس يعني فوضوي متمرد. النهاردة لغة التمرد سائدة لا سيما وسط الجيل الجديد. بولس الرسول بيقول أنا ما عملتش نفسي من هذا النوع، كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس للمسيح، أنا تحت قانون المسيح، أنا لا أعمل إلا ما يريد المسيح أن أعمله.
وفي الآخر يقول صرت للضعيف كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء. زي ما قلت متعلم من سيده الذي دخل إلى بيت فريسي سمعان، ودخل إلى بيت رئيس فريسيين في لو 14، ودخل إلى بيت عشار متى، وإلى بيت رئيس عشارين اللي هو زكا. فالمسيح كان مستعد يدخل إلى أي مكان. لماذا؟ عشان يأكل، زي ما الأشرار قالوا أكل وشرب خمر، لا، لكي يربح، لكي يبارك، لكي يعالج. وكان الرسول بولس على درب سيده وسائر على ذات خطوته. كلمة يربح كمان بتورينا قيمة النفس دي في عينين بولس. صحيح. يعني هو بيقول عنها مش أي حاجة، الحاجة اللي بتتربح دي كنز، حاجة ذات قيمة، فهو شايفه ذو قيمة. والحقيقة إذا لم يرى الخادم قيمة في المخدوم مش هخدم، لا يمكن يخدمه صح، لا يمكن بيخدم نفسه. في ناس بتخدم نفسها، شايف في المخدومين دول سميعة فبيعدهم هم كام، لكن ده مش شايفهم سميعة، ده شايفهم أشخاص كجواهر بيقتنيهم، بيربح كل واحد فيهم للمسيح. المرأة التقية بتربح زوجها، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. في ظل إحساسه بقيمة اللي قدامه، كان عليه أنه في التضاع إذا كنت عاوز أكسبه، فالحقيقة كتاب يعلمنا أنه رابح النفوس حكيم، فهو عشان يربح لازم يبقى بيقترب إليه بحكمة. في حاجات لو قلتها، في حاجات لو عملتها، في تصرفات معينة تجرحه جدا وتخليه يقفل، في حاجات لو قربت من ألفاظ معينة هتخليه مش قادر يستوعبني. فأنا بحترم خلفيته وبتعب، أنا بتعب وباجي على نفسي في أني أختار الكلمات وأختار الأسلوب والطريقة اللي هقرب منه بيها. وده اللي كان بيعمله رسول بولس. يعني لما كان يروح يكلم اليهود مثلا، الخدمة اللي كلمها اللي قالها لهم في أعمال 13، لقيه يتكلم عن أباؤنا وداود وموسى، يجيب اللي يعرفوهم واللي هم منتمين ليهم، ومن خلال المدخل ده يوصل لهم الإنجيل. لما يجي يكلم الأمم مثلا في أعمال 17، لما يكلم الأثينيين يكلمهم عن الإله المجهول اللي بيعبدوه، يقول لهم إن إحنا ذرية الله، يستخدم التعبيرات اللي عندكم في شعرائكم قالوا الكلام ده. فهو احتراما لخلفيته بيتواضع، أنا مش مجرد خادم بقول كلمتين وخلاص، لكني بجتهد بكل ما أملك من طاقة إني أقرب منه وأفهم فكرته. كمان لما يقول لكي أربح الضعفاء صرت كضعيف، ده مش بس احترام خلفيته الذهنية، لكن احترام حالته وقدرته على الفهم. هو ضعيف حالته النفسية وحالته الذهنية. يعني بتخيل لما مدرس مدارس الأحد يقرب من أطفال مدارس الأحد، عليه أنه لكي يربحهم أنه يقرب لهم باعتباره طفل زيهم. لما قرب من لو عاوز أربح أناس من خلفية مسيحية غير اللي من خلفية غير مسيحية وهكذا، بالتضاع بحاول. وهو هنا بيكمل الجزء أنه أنا بتنازل عن حقوقي، فأنا مش بس تنازلت عن حقوقي المادية، لكن تنازلت عن كل حقوقي الشخصية في أني بستعبد نفسي لكل واحد وأشوف باعتباري خادم لي أخدمه إزاي ووصل له الإنجيل إزاي. حقيقة أخ مايك، المفروض الخادم يحسبها من حيث إيه اللي وصل للمخدوم، مش إيه هو اللي بيقوله. في ناس تحب تقول كلام كبير ويحس إن هو كده راضي عن نفسه لما يقول كلام يعني يعجبه هو أو يعجب بعض السامعين لي، لكن الحقيقة ما يصل للمخدوم هو الأهم. الحقيقة الرب نفسه كان بيستعمل الأسلوب دوت. يعني قارن بين يوحنا 3 ويوحنا 4، هم الاثنين ورا بعض، واحد بيتكلم مع نيقوديموس وواحد بيتكلم مع السامري. نيقوديموس يتكلم معه باللغة اللي يفهمها، السماويات والأرضيات، ده معلم ناموس لازم يكون فاهم الكلام ده. لو قال نفس الكلام دوت للسامرية كانت ضربت حزب اسمها، مش تفهم حالها، يكلمها عن المية وبئر يعقوب اللي هي عارفاها ومتعاملة معاها. والمهم ان هو يفضل ورا الاتنين لما يتأكد ان اللي عايز يقوله وصل لهم. وعشان كده الكلمة اللي كمان اتكررت بس 3 مرات مش 5 مرات، صرته، لان هنا كمان بولس متأثرا اكيد بالمسيح اللي مكتوب عنه والكلمة صار جسدا، لأنه هو عايز يوصل لنا. عشان يوصل لنا حط نفسه في القلب بتاعنا بدون أخطائنا بدون شرورنا. لكن الغريبة قوي عشان يعمل كده، عشان يوصل لنا بطريقة صحيحة وواضحة تماما، ما جلناش من السماء على سن 30، ما جلناش من السماء على سن 25، لا،
جالنا من السماء متجسدا مبتدئا بال 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 انه يكون في بطن العذراء عشان يبقى زينا، للدرجة من كتر اتقان هذا الامر ناس كتير مش قادرين يدركوا ان ده الله. يعني واضحة عليه ملامح الالوهية، لكن الناس برضو شايفينه انسان، احنا عارفينه ده مننا. في الواقع هو صار مثلنا طبعا بلا خطية عشان خاطر يقدر يصل بكل البركات الروحية لينا. بولس هنا بيعمل كده. انا متأكد انه لما كان وسط اليهود شايفينه يهودي، ولما كان وسط للناس كان وسط الناس اللي مش يهود او وسط الناس اللي بلا ناموس وسط الضعفاء، الناس شايفينه ده مننا طبعا بدون التلون الاخلاقي، اكيد بدون التنازل عن المبادئ الاخلاقية، لكن حط نفسه في القالب بتاع الناس، وعشان كده قدر يوصل بالانجيل للناس دول. هو والانجيل اتحط في القالب المناسب للناس، وبالتالي وصل الى غرضه ومرماه. يعني بلا تلون، وكمان عايز اقول ان هو مش الزم نفسه بطقوسهم وعاداتهم، لكن اتكلم من الخلفيه بتاعته. يعني هو ده الامر المهم، عشان البعض بياخد الجزء دوت على اعتبار ان انا ابقى بميت وش، يعني ابقى مع ده بالطريقه مع اليهودي، ما كلش مش عارف لحوم ايه. لا، بولس ما عملش كده خالص، ولا الرب عمل كده، ولا ان هو بلا ناموس. بالعكس، هو قصص الالتزام بالختان وغير الختان هو قوامه في حتة تانية كتير جدا. فهو مش بيتكلم هنا هو تعالى ان هو يعمل زيهم، لكن يتكلم من خلفيتهم، يتفاهم معهم بالطريقة اللي يعرفوها واللي يفهموها، يبدأ من حيث هم ليوصلهم الى حيث يريد الرب. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. بعد ما في الجزء الأولاني من أصحاح 9 أظهر إزاي هو بيتنازل وبيتخلى عن حقوقه المادية، ثم في تعامله مع النفوس كيف يتنازل عن حقه في الحرية عشان يوصل ليهم، في الجزء ده هو بيوضح إزاي بيعمل كده وليه بيعمل كده. ليه بيعمل كده؟ شبهها بأنه زي واحد بيجري، زي واحد في سباق، وجاب تشبيهين رياضيين عشان يوضح فكرته. فتشبيه الأولاني بأنه كأنه واحد بيجري يركض لكي يصل، قدامه جعالة وقدامه غرض قدامه هدف قدامه مكافأة. اللي بيجروا في العادي بياخدوا إكليل يفنى، لكن هو قدامه إكليل لا يفنى، مكافأة كبيرة من الرب، وهو بيجري عشان يوصل لها. وفكرة الجري تحمل فكرة انتهاز الفرصة، عدم تضيع الوقت، أنا قدامي غرض وعشان الغرض ده قدامي أنا بجري بأقصى سرعة. إزاي أشبهها بأنه مجاهد أو مصارع أو ملاكم بيضرب، لأنه كأنه في عدو عمال يقاومه، هو لابد أن يصارعه بأقصى طاقة عشان يتحقق الغرض ده اللي هو قدامه. وهو وضح أنه اللي بيجاهده ده أو بيصارعه مش الناس، لكن أنا بصارع نفسي. فهو هنا بيتكلم عن أني أضبط نفسي، أقمع جسدي، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أنا بقاوم نفسي ضد رغباتها وضد حريتها وضد محاولاتها أن هي اللي تبقى مسيطرة عليا، ضد الخطية اللي ساكنة فيا، عشان أفضل مكمل ناحية تحقيق الغرض ده. عاوز يجري ومش عاوز أي حاجة تعطله، فبيضبط نفسه. في تشبيهين وفي مباينة. بيقول كده الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة، يعني مش الكل حيفوز. بيقول هنا هكذا اركضوا لكي تنالوا، يبقى هنا المباينة إن واحد بس اللي في السبق هياخد الجايزة، لكن هنا ممكن
لملايين المؤمنين اللي بيركضوا ركضا حسنا بيضبطوا نفسهم في كل شيء أنهم يأخذوا المكافأة. لما نقف قدام كرسي المسيح سنكتشف أن المكافأة لا تخلو من عنصر النعمة. ده اللي أوضحه ربنا لبطرس لما قال له احنا سبنا كل شيء وتابعناك، فماذا يكون لنا؟ ربنا قال له من الأفضل ما تتفقش، لأن أنا عندي نعمة وممكن بالنعمة أديك أضعاف أضعاف ما تظن. وأنا أعتقد أن كلنا لما نوصل للسماء سنكتشف أن حتى المكافأة ما كانت تخلو من عنصر النعمة. حاجة تانية اللي بيقول أما أولئك فلكي ينالوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. كل حاجة بيديها العالم في النهاية زائلة، كلها وهم يزول، لكن ما يعطيه الرب دائما هو باقي ودائم وأبدي. إن كان بولس اتكلم عن التنازل عن الحقوق الشخصية، وفي من عدد 15 اتكلم عن أهميته في أنه يكون له فخر، واتكلم عن نفس المبدأ أنه التنازل عن الحرية بتساعده على الوصول إلى الثقافات المتباينة من الناس والنوعيات المتباينة من الأجناس والبشر والخلفيات الدينية والعرقية عشان يصل بالإنجيل إلى الكل. لكن في الجزء ده بيتكلم عن تأثير التنازل على عليه هو شخصيا، عليه هو شخصيا. الشخص المتنازل عن حقوقه مشبه برياضي ذو لياقة بدنية عالية يستطيع أن يستمر في الركض إلى النهاية. الشخص اللي ما عندوش تنازل عن حقوقه يشبه بالرياضي الذي أهمل التدريب وأهمل الانضباط فترهل جسديا. أنا مش عايز أتكلم عن الترهل الجسدي بالنسبة لي أنا كمان لكن ترهل جسديا إلى الدرجة أنه مش قادر يكمل السعي بتاعه. عشان كده هنا بيحط لنا حاجة جميلة جدا، أنه التنازل بيساعدني أني أضبط نفسي، ولما أضبط نفسي ده بيزود اللياقة الروحية بتاعتي. لما بزود الرياقة الروحية بتاعتي قدرتي على الركض المستمر مستمرة، قدرتي على إنهاء السباق مستمرة، أفوز بالإكليل، أفوز بالجعالة. يحضرني شخص في العهد القديم مشهور بكده وهو كالب ابن يفنة، اللي لما كان سنه 40 سنة قادر يحارب، لما كان سنه بعدها 85 سنة قادر يحارب. إزاي مستمر في القدرة على الحرب ولما دخل كنعان وهو سنه 40 سنة شاف حتة جبل وقال عايز ابني بيتي فوق على الجبل، وبعد لما صار سنه 85 سنة لسه يا كالب عندك القدرة على أنك تتسلق الجبل وتحارب الشخصيات الضخمة العمالقة اللي في الوقت ده وهتطردهم. إزاي محتفظ بقدرته طول هذا الوقت؟ لا شك أنه شخص عنده قدرة على الانضباط، وده اللي بيوصينا به الرسول. وطبعا ده اللي ما كانوش بيعملوه أهل كورنثوس، ده اللي ما كانوش لم متنازلين عن حقوق ولا قادرين يعيشوا هذه الحياة. لا هممهم الإنجيل ولا هممهم الوصول إلى النفوس في مدينة ضخمة جدا زي كورنثوس، ولا هيكون عندهم قدرة على مواصلة حياتهم الروحية عشان يفوزوا بالأكاليل. احنا شفنا أن في مباينتين وفي مشابهة بين المؤمن والرياضي. المباينتين أن كثيرين بيركضهم لكن واحد بياخد الجعالة. المباينة الثانية أنهم بياخدوا إكليل يفنى. لكن في مشابهة، الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء كذلك أنا أقنع جسدي وأستعبده. بمعنى أن الرياضي مش حرام، مش ضد القانون أنه يأكل آيس كريم، بس أعتقد أحيانا بيتنازل أنه مش هياكل آيس كريم عشان خاطر يحتفظ زي ما حضرتك قلت بلياقته البدنية صحيحة. ممكن ينام براحته ويصحى براحته، لكن أعتقد عليه أن ينضبط يضبط نفسه في كل شيء إذا أراد الفوز بالجائزة. يعني الجائزة تستحق مني أني أحرم نفسي من أكل معين بحبه، من نوم شوية زيادة، يعني هبقى منضبط، هبقى زي اللي في معسكر. وفعلا في ناس بتخش معسكر عشان تضمن الفوز بالجائزة. الأمور الروحية أسمى وأغلى، لأن دول هياخدوا إكليل يفنى، أنا هاخد إكليل لا يفنى. ما الذي ينبغي أن أفعله؟ أقمع جسدي وأستعبده. مش جسد اللي يمشيني، لكن أنا اللي مشيه. مش هو اللي يقول لي أنا بحب دي وما بحبش دي. لا، أقول لنفسي لا، أعلم نفسي لا، ينكر نفسه.
الفلسفات الحاضرة دلع نفسك، والفلسفة المسيحية إنجاز لي أن أسميها انكر نفسك. هي واضح جدا هنا أنه كان الغرض واضح جدا وكان العائق واضح جدا، ما كانش عنده نوع من الالتباس أو الربكة، هو بيجري وراء إيه وهو بيقاوم إيه. فهو قال كده: إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، أنا عارف أنا بجري رايح فين. والحقيقة إذا ما كانش الغرض واضح، إذا ما كانتش الدعوة واضحة، إذا ما كانش الهدف اللي أنا هعيش لأجله واضح، أنا هبقى بجري مش عارف أنا بجري رايح فين، وفي أوقات كتير هبقى أوقف لأني مش عارف أنا رايح فين. لكن هو بيجري وهو عارف عن يقين هو رايح فين، وعارف كويس قوي العوائق اللي في حياته إيه، وعشان كده هو بيضارب أو بيلاكم، مش بيضرب الهوى، مش بيتخيل صراعات يروح يضرب فيها وهي صراعات ملهاش أي لازمة، صراعات جانبية. لكن هو عارف أنه هو محتاج أنه يقاوم نفسه ويضبط نفسه ويقمع جسده ويستعبده عشان يكون في التراك صحيح. وضوح الهدف ووضوح العائق شيء مهم جدا عشان يبقى السعي صحيح. الحقيقة بسبب الوضوح ده قال له يوم الراجل ده أنه يتكلم عن السعي أنه كمل، وعن الجهاد أنه انتهى جهاده الحسن. تمثال الثاني 4 وهو في آخر مشاهد، في آخر مشاهد حياته قال كده: أنه جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا قد وضع علي إكليل البر. الإكليل اللي كان الجعالة اللي كان بيجري وراها، الغرض اللي كان عايش لأجله، الصراع اللي كان فيه، جه وقت أنه يقول انتهى، وأنه جه وقت المكافأة اللي الرب هيدهاني إكليل البر. عشان كده واضح هنا أن المعطل اللي ممكن يكون هو الهدف وكمان الجسد. واعتقد ان كلمه الجسد هنا مقصود بيها اللحم والدم، واللي احنا محتاجين نقمعه ونستعبده مش هو اللي يقمعنا ويستعبدنا. لانه في ناس كتير لانهم زي ما الاخ يوسف كان بيتكلم انه بيدلع نفسه، يعني بيرفه نفسه وبيطلب كل ما هو مريح و و و بسبب كده بقي لما يكون مطلوب منه مثلا ينزل زيارات مش قادر ينزل، او رايح يخدم خدمه معينه مش قادر يروح يعملها. ليه؟ خلاص بقيت مش قادر، بقيت مش قادر. لكن المطلوب هو السيطره عليه وقمعه واستعباده عشان يطاوعني لكي لا يعطلني بعد سنه وبعد سنتين وبعد 5 سنين وبعد 10 سنين، لان عايز اكمل الركض. يمكن الجزء الاخير من الايه 27 يحتاج الى شويه فك: حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. المفسرين أدوا معنيين لهذه الآية: مرفوضا من الجائزة، والبعض الآخر قال أنا نفسي مرفوضا، يعني هو نفسه يبقى مرفوض، يعني لا يصلح للحياة الأبدية ويهلك إلى الأبد. هل معنى ذلك أن المؤمن الحقيقي عرضة أنه يهلك إلى الأبد؟ الإجابة كلا، والمؤمن الحقيقي لا يمكن أن لا يقمع جسده ويستعبده. الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. إذن المؤمن الحقيقي سيقمع جسده ويستعبده، مش لأنه عايز ياخد الحياة الأبدية، ملهاش تمن، الحياة الأبدية بالنعمة هبة الله، حياة أبدية. لكن برهان القمع الجسد برهان على أني فعلا نلت النعمة. فإذا لم أقمع جسدي ولم أستعبده، خليت الجسد هو اللي يستعبدني، هذا دليل واضح قاطع على أني لم أحصل شيء من الله. وأعتقد الآيات اللي جاية في أصحاح 10 بيحذرنا من هذا الأمر. اوعوا تفتكروا أن اللي اعتمدهم واللي أكلهم واللي شربهم بأكثرهم لم يصر الله، طرحت جثثهم في القفر، علينا أن نحذر من ذلك. إذن التعليم ببساطة: أقمع جسدي وأستعبده لأني مؤمن حقيقي، لا يصح أن الجسد يستعبدني. لكن وأنا بعمل ذلك أنا ضامن أن في بركات ومكافآت سأحصل عليها في النهاية، ليس لأني عملت شيء أستحق عليه الحياة الأبدية فحياة أبدية مجانية، لكن لأني خدمت الرب كما ينبغي أن أخدم. المبادئ دي لما ترسخ في فراسي هتكون نتيجة بعد كده أنه أستعملها في حياة تقوية. هو ده الوسن أو الأصنام، لألا يظن أن الوسن واحد يقول أنا مش بعمل تمثال، أن العبادة الصنمية بيسري فينا سريان الدم في العروق. فدايما المعمودية بتعني نهاية شيء سابق وبداية وضع جديد. عزيز المشاهد، قال الرئيس الأمريكي الشهير أيزنهاور:
أن تقرأ الكتاب المقدس كأن تذهب إلى رحلة خلوية بعيدة، تتجدد الروح ويتقوى الإيمان. هل تشتهي أن تأخذ هذه الرحلة معنا في ركاب كلمة الله ورحابها العظيمة؟ هل ترغب أن تصحبنا في مثل هذه الرحلة؟ ندرس فيها الكتاب المقدس أصحاح أصحاح وآية آية؟ نفعل ذلك في برنامج فاحصين الكتب. الرب يباركك.